اسمعين ابوس ايدك اعمل اي حاجه. انت عارف ان انا ماليش غير لميس. انا مستعد اوديها اكبر مستشفى للعلاج الخاص بيها هنا او بره، ما تفرقش معايا. المشكله مش في بره ولا جوه، المشكله في لميس. لميس رافضه تماما لاستجابه لاي شكل من اشكال العلاج المعروف في العالم كله. صدقني انا ما فيش في ايدي اي حاجه اعملها. والعمل يعني نعمل ايه؟ خرج، خليها تشوف الناس وتختلط بيهم. اقول لك خدها معاك وانت نازل الشغل. شغل؟ خدها معاك السجن؟ وهي اصلا فين يا حصله؟ ما هي في سجن. خدها خليها تشوف الدنيا ولو حتى يوم زياره. قالوا مفيش حد هياخد باله انها تبعك وهي تبقى واحده من ضمن الزوار في الهيصه. يعني تفتكر اعمل كده؟ ده انت تعمل كده وفورا كمان. وبعدين انا مش ساكت، انا استشرت بروفيسور ماجر كبير مشهود له بالعبقريه في كل الاوساط العلميه. الحمد لله. وخصوصا الحالات النفسيه النادره اللي زي حاله لميس. بعد ما اطلع على كل التقارير عرض وجهه نظره. حلو. قال ايه بقى؟ اللي قلتهولك. املى دماغها حكايات وناس وحواديت. ما تخليش فيه مكان لذكرى حادثه والدها ومامتها اللي عرضتها للوحده والانطواء وحرمتها انها تعيش الحياه الطبيعيه وخلتها تعاني من صراع شرس بين عقلها الباطن وعقلها الظاهر. انت مش هتبطل تطلع عقدك دي عليا؟ ما تكلمني كلام افهمه واسمعيه. حاضر يا عبس، انا هستعوض ربنا في دقيقتين من عمري علشان انزل لمستواك الفكري واللغوي عشان ابسط المساله للقلقاسه اللي في دماغك. ما تتلم بقى. شوف يا عباس، لميس رافضه تصدق ان باباها ومامتها ماتوا. وبتحاول بكل قوه انها تعيش اللحظه اللي قبل وفاتهم، فبتتعامل مع كل اللي حواليها على انهم عايشين وبيكلموها وبيوجهوها. يعني ده ببساطه هي عارفه بعقلها الظاهر انهم ماتوا، وفي نفس الوقت متاكده بعقلها الباطن انهم عايشين. احنا بقى عاوزين ايه يا حبس؟ مش عارف. عايزين عقلها الظاهر يسيطر على عقلها الباطن ويبقوا الاتنين متوافقين. نعمل ايه بقى؟ نعيشها في زمن ثالث، زمن بعيدا عن عقلها الباطن وعقلها الظاهر. نعيشها في واقع لذيذ سحري، نحكي لها حكايات، نفرجها على افلام كرتون. المهم انها تستجيب. بعدين انا ما عدتش عارف اتصرف. بنت كده بتروح مني. خليها تشوف الدنيا ولو حتى يوم زياره. هي فرصه، ده يوم الزياره بكره. خليني ماشي ورا كلامك يا اسماعيل اما اشوف اخرتها ايه. جدو، هو انت مش قلت لي قبل كده ان السجن ده مليان ناس مش كويسه ومجرمين؟ طيب انا اخاف اروح معاك بصراحه. شايب؟ تخافي وانت رايح مع جدو عباس الناري؟ عبيطه ولا ايه؟ جدو، هو انت عايز مني انت والدكتور اسماعيل بتاعك ده؟ انت عارفه رايي في الدكتور اسماعيل؟ ده حمار، هو ده دكتور؟ انا دي حاجة كده جت في دماغي عايز أعملها. يعني أنت مش كنت عنده دلوقتي؟ كنت بخيبة كنت عنده. بس أنا قعدت أفكر. حبيبتي أنا عايزك تخرجي كده وتشوفي ناس غير الناس. طيب تفتكر ماما توافق إن أنا أجي معاك السجن؟ أه
طبعا انا هكلمها واخليها توافق، وبعدين ده انا ابوها لازم توافق طبعا. ماشي، قول لها ولو وافقت ساعتها ممكن اجي معاك. اتفقنا. تصبح على خير. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت بتعملي ايه؟ قلت لك 100 مره ما حدش يدخل اوضتي. ماشي بس الاوضه معفنه، معلش يا امي برتبها. ومين قالك ان انا عايزاها مترتبه؟ انا بحبها كده معفنه، بحبها مزبله. انا حره، اطلعي بره. ماشي يا امي. حاضر. بره. حاضر. ايه ده؟ ايه القرف ده؟ عواطف! ايه يما؟ ايه ده؟ عفانة اعملها روح في ثانية. حاضر. في ثانية الاقيها نظيفة. عينيا يما. فين بابي ومامي؟ ما شفتهمش النهاردة ليه؟ هتشوفيهم. حاضر جايين. ربنا يرحمهم. بقى سمعك مزيكا هتعجبك جدا. شوفي الو. ليه كده؟ ليه يا دكتور؟ دكتور يا دكتور اسماعيل. ايه ولميس فين؟ كل شويه تقعد تقول لي لميس فين لميس فين؟ ما هو دم عينيك يا هيش، هتروح فين اهي؟ خلاص خلاص خلاص، شفتها؟ شايف السعاده اللي في عينيها؟ شايف التغييرات اللي بتحصل لها؟ عشان ما تبقاش تقوحني تاني وتعمل اي حاجه اقول لك عليها، سامع؟ لازم تفهم انك بره الميري ابيض يا ورد. مضطر اوافق ان انت دكتور مؤقت لغايه ما اشوف ايه اللي هيحصل مع لميس. برضه؟ مفيش فايدة؟ أرد عليك أقول لك إيه؟ جاهل. أنت عارف إن أنا ممكن أحبسك هنا ما أخرجكش خالص. عارف. اخرس خالص. حاضر. معقولة يا خالي؟ أنا هنت على أمي قوي كده للدرجة دي؟ ده حتى ما جاش في دماغها تيجي تزورني. ده أنا بنتها الوحيدة. معلش يا بنتي. أمك مش في دماغها غير العريس وبس. وعلى فكرة هي مش مصدقة إن هياخد اللي وراها واللي قدامها ويفلسعها. عارفة يا خالي عارفة. زادت معرفة، ربنا يفك ديتك يا بنتي وهانت ليكي. إن شاء الله أبقى كده. قطع لسان اللي يجيب سيرتي بكلمة. يا سلام، لو أنا يا أختي كنت دخلت السجن في قضية مخلة للشرف ولا إيه؟ طيب كلها كام سنة كده وخرج لهم. وقطع لسان اي واحده من نسوان الفاضيه دول. هما نسوى انا مين؟ ده انا قاضيه يا حبيبتي، قاضيه والاجر على الله. قول يا واد، قول يا بنت. وبعدين حصل ايه؟ قولي. انا مش عارفه مال الدنيا بقت وحشه كده ليه؟ ومالها بقت مليانه ناس ولاد حرام ومفتريه. يا بنت استعواذ ربنا، اللي الحق عنده ما بيضيعش. بقول لك ايه يابا، انا مش ملاك. علي النعمة، أنا يوم ما هطلع من هنا لا لازم أخد حقي تالت ومتلت إن شاء الله بالقتل. ما أنا ما عادتش فارقة معايا أي حاجة. ربنا يصبرك ويعوض عليك ويفك ضيقتك. أنت قولي إزيك يا بنتي؟ كله على الله يا رب. فين أيام اسكندرية وبحر اسكندرية والدورة بتاع اسكندرية والغطس والعوم والبطاطس؟ هو انت من اسكندرية يا ست قطاطة؟ ناري يا بنتي، وانا شفتها قبل كده. مالك يا بنتي ويا بنتي مالك كده؟ مالك صعبان عليا يا ست قطاطة، الراجل الخسيس اللي اترميت هنا علشانه ما عبرنيش ولا جاي ولا زيارة. يا اختي معلش بقى،
نصيب. نصيب ايه؟ ده انا كان نصيبي زي الفل، راجل مقرش طول بعرض وايده فرته، وكان هيعيشني في نعيم. انا اللي اتنمرت ورحت للكلب برجليا. ايوه يا اختي، والكلب ما بياخدش الا كلبه. اخصى عليك يا ست قطاطة، انا كلبه برضو. يا اختي وانت تقولي اني كلبه؟ على الاقل الكلبه موجوده في قلب البيت واصحابها دول بياكلوها وبيشربوها احسن من البني ادمين. وبعدين يا بنتي يا عبيطه، ده انا بفك معاكي. اقول ده بفك معاكي. ماشي. انت عارف حكايتك دي يا بنت؟ فكرتني بحكايه وانا ربعت السينه. دي حكايتي دي يا ست قطاطة. حكايه؟ حكايه الهدم، حكايه اللمبي والنصيب. اللمبي والنصيب؟ ايوه. طب بقول لك ايه؟ ايوه. ست قطاطة. ايوه. ما تيجي كده بدل ما احنا قاعدين كأني انا جايه لك زياره وانت جايه لي زياره وتحكيها لي. طب ولعي لي سيجاره. ما تيجي بنت سيجاره ما تبقيش ماكينه فين الكبريت. استني. لا لا. خدي. ايوه. فين؟ اهي. انت مدياني اتنين ليه؟ يا ستي واحده. انت دي واحده؟ ايوه. خدي يلا. طب اخد انهي فيهم؟ خدي دي الخمس. قدام. ايوه. كملي لي بقى. ايوه. وايه الحكايه بقى؟ ادي كده اهو. ايوه. بيخش على الريع، اللبن بيخش على الريع على طول. يبقى الدين. اديكي خمسه. صلي على النبي. عليه الصلاه والسلام. كان يا مكان، يا سعد يا اكرام، كان فيه ولد اسمه الليمبي وابوه هريسة بن المهروس. وهريسة بن المهروس ده كان سليف بيستلف، ما كانش مخدي كائن من مكان الا مستلف منه، تقيل وخفيف كويس، وكل كان بيطبعه ويديله. ليه؟ على حس الكنز اللي هيجيله. من مين؟ من مين؟ كنز العيبة، عيلة ابو هريسة المهروس. اه. وبعدين؟ بس يا ستي ست قطاطة، ست قطاطة. ايوه. انت مين يا بنت؟ انا اخلاص. ايوه يا اخلاص. ايوه. وبعدين؟ بعدين ايه؟ في الحكاية. حكاية دي يا بنت يا موقوتة. حكاية اللمبي والنصيب. اللمبي يا حبيبي، اللمبي اهو واقف هو على البتاع اهو بيطرطش. اول فرحه تمر بقلبي وانا خايف في دنيا سعيد. قول لي احكي ولا اخبي ولا اوصف لكل سعيد. افلح وملا الدنيا املي ولا ولا بنت حناشة تاني. اول مره اول فرحه. يا عم افرك بناحية. لا انت مش قلت لك اقف في يمك دي؟ ايه اللي جابك في يمك اللي هنا؟ ها؟ انت غوت لسه وتقعد تقول لي يحيى كل شويه اقف في يمك الثانيه. حاضر. بعدين انت خلي عندك شويه ذكاوه يعني. يعني انت تشوفني تبحلق في عينيا او ما بحلق في عينيا تعرف اني حارم الزين. تروح جاي يمك الثانيه على طول. صح. قول له ليه؟ يعني بحلق كده؟ اهو. اهو انا حارم فين دلوقتي؟ هترمي هنا. لا بص. شفت بقى انت الغبز؟ يا تخلص يا. انت هتقعد تقطعني بالطماطم طول اليوم ولا ايه؟ امسك وصلي كده. امسك يا حبيبي، انا بعلمك صنعه هتاكل منها الذهب. يلا امسك. مش كفايه دول يا لمبي؟ يا ابني تسترجل يا. مش تسترجل ايه يعني لما راح لك صباع؟ ما عندك تسع. ما اروح في الخير اللي قبلها يا لمبي. انت بطلتك تاني يد ولا بتبرع فيا تاني يد؟ ما اقدرش يا لمبي. وكل شويه لك حبولها تقول ما اقدرش الم بولها برضك؟ هو حسك عينك حنك اصبعك يفتح. اوعى انت تفكر في حاجه تانيه. افلح وملا الدنيا اماني. الحق يا لمبي، الحق يا لمبي. ابوك بيموت يا لمبي. ابويا انا؟ ايوه يا لمبي ابوك بيموت. ما قالنيش يا ابني يا ابن الكذاب انت. انا بقول لك اهو يا لمبي. ابويا مات يا ابويا. يا رجاله يا رجاله، هريس ابو الليف بيموت يا رجاله. يلا في داهيه. ده قاعد يهرينا سلف لغايه لما خرب بيوتنا. يعني ايه يا معلمين؟ هنسيب هريسه كده يفلسع بامان من الدنيا من غير ما يقول لنا على مكان الكنز ولا الذهب ولا الكيس النفيس اللي عشمنا بالسنين دي كلها؟
احنا نروح كده كلنا برابطة المعلم هضبة ونكتم على نفسه لحد ما يقر لنا الكنز فين. الله، هتكتم على نفسه وهتعمل فيه ايه تاني؟ ده بيموت يا بهيم. ها؟ امال هنعمله ايه يا معلم؟ اهدى يا ابني، الله يسترك. اهدى، مفيش غير حل واحد. ايه هو؟ ابنه ضناه، هو الوحيد اللي هيقر له على مكان الكنز والذهب. مين بقى؟ الليمبي. مين اللي المفروض نراقبه من غير ما يحس بينا ولا يشعر بينا؟ الليمبي. مين اللي لو قاوح ورانا ولا علينا نضايقه ونكسر رقبته وناخد منه كنز؟ الليمبي. يبقى يلا بينا يا رجاله. يا معلم، الله يخرب بيوتكم على هريسه وهو بيقول لابنه على مكان الكنز يا بهايم. صح يا معلم، وسع قلبي. ابويا بيموت يا ابويا. ابوك بيموت يا ربي. ابوك بيموت يا ربي. ابويا ابوك بيموت يا ربي. انا عارف انك بتموت يا ربي. الفضيحه اللي احنا فيها دي. ها؟ هوا قصدي ايه؟ هوا. حاضر حاضر اهو، هوا هوا. بس انا مش عارف، انت كل يومين كده وفضايح في قلب المنطقه، وابوك مات وابوك ما ماتش، وعامل لي دربكه في قلب المنطقه ليه كده؟ انبوبه انبوبه انبوبه. طب خلاص اثبت بس انا عايز اقاوم. قاوم ونازع وبولع، اوعى تموت. بولع يابا. ها؟ بقى عايزك تاخد نفس عليك وخش في الشدادان. واحد اتنين تلاته، شد يلا شد يلا. هي يابا طالما بتحرق كده يبقى انت عينيك ملتهبه. غاز بتشممني، غاز مش احسن ما نصدره انت ولا بيه؟ بتشممني غاز مدعم، عاوز هوا اكسجين. اكسجين الانبوبه التانيه دي يعني؟ اكسجين. حاضر اهو. متوتر انا، اصل ابويا بيموت كذا مره فمش عارف انا الصح فيهم. انت بتموت في شارع الهرم ولا ايه؟ ايه يا بابا عيب اللي بتعمله معايا ده بقى، وفي الحاره والجرس دي بقى. لمبي. ايوه. عاوز اقول لك على السر. السيرك؟ السر. سر الكنز. كنز؟ ساعة ولا سخنة؟ مش وقت هزار دلوقتي. ايوه. ودنك اشمعنى؟ وده وقت تاريخ دلوقتي؟ لا وقت رأسي يابا. عاوز اقول لك على سر الكنز اللي تمتلكه العيلة. واللي الدنيا كلها بتدور عليه ومش هتلاقي مكانه. ولا بدنك بتموت ولا حاجة، كل دي كلها طلع في الاشاعات كلها. قول لي حدود الساعة كام عشان اخلص؟ عندي مصلحة، لو في تأخير قول لي عشان يابا في قرش جاي سبوبة. افضل ادي ودنا يقول. الليلة كان في كبيرة ورصنا في الجبل ودم يقول. أبا أبويا أبويا حياتك يا لمبي. حياتك ازاي؟ المهم اللي هو احسن من ابوك قال لك على مكان الكنز فين يا لمبي؟ يبقى انتوا اللي كلمنا عليك وقال لازم يسدد الحاجات. احنا اخواته. تعالى يا حبيبي اتفضل خش. الله يرحمه الله يرحمه. ربنا يخليك يا حبيبي. قال لك الكنز يا حبيبي. يلا جوه على طول. يلا مامو جوه عيوني لمبي، وهو مجي على الباب يقول ابويا ابويا.
ستة قطعتا ستة قطعتا غايبة غايبة انت مين يا بيت؟ انا اخلاص غايبة معقولة يا لميز خططيني عليك كنت فين؟ ما تخافش عليها يا باش ما انا معاه اخت نهيل مين الست دي يا جدو؟ تعالي يا حبيبتي انا هقولك تعالي نبيل البنت دي يا بنت بنتك؟ بنتي ايه؟ ما تجيني بنتك؟ مين دي قاعدة دي؟ انت عايزة دي ولا دي؟ هي دي قاعدة مين؟ دي قاعدة هنا بقى البنت دي بس دي؟ يا صحفية يا اختي ولا حاجة ايوة صحفية احنا بقينا فرجة ما قلنا يا اختي عندك حاجة بقينا فرجة ده شوية هيجيبوا لنا زولاي ولبوا ويرموها علينا واحنا قاعدين يا ريحة ويا مية لمصي ايه ده؟ سمعينا مزيكا؟ حبيبة قلبي حبيبة قلبي جدو ايه المزيكا الأمراية دي؟ أنا آسف يا رامي ما كانش يصح أعمل كده أنا اللي آسف يا ميدو خد راحتك أنا اللي مشاعري انتصرت على وشي أصل المسرحية دي بتقلب عليا المواجع أنا وهو وهي دي قصة حياتي كنت أنا وهو وهي بقى هو وهي وأنا الواحدة مين شوف حاجتين بيأثروا في حياتي وانت عارف أستاذ مليجي وهم بيسحلوا وشه وبيتاكل في الغطال نجم بالقدر ده يسحلوا وشه ما نجيبه دوبلير يا أخي والأستاذة ده حقيقة كاريوكا في فيلم خلي بالك من زوزو لما لفوا حواليها وقعدوا يقولوا لها ادخلي نفسي اللام وراحت أستاذة سعاد حسني دخلت مكانها ورقصت مكانها بيصعب عليا نفسي قوي بكرة تتعدل يا ابو الروم ابو الروم عشان حكيت لك مشاعري تقول لي يا ابو الروم وتتعدل منين يعني يعني البدلتين اللي جبتهم ما دفعتش تمن والراجل اللي عمل لي فورمه في شعري كل ما في الرايحه والجايه يقول لي يا استاذ المحامي ويعمل لي كده بيلمح لي ايه بيلمح لي ايه ده غير اللي حصل معايا في المحكمه واديك عارف قضاه ومستشارين بجمهور الجلسه كلهم ضدي حتى المتهمه مش مقتنع ان انا محامي ولا مقتنع انها بريئه بقيت صيدلي واقف في المحكمة شفت ظلم اكتر من كده خلاص ما انت ممكن تعرض عليا ورق القضية وانا اقول لك تعمل ايه بالظبط اعرض عليك ورق القضية اسكت يا ميجو والنبي عشان انا كده هتدمر الرقم اللي مش مسايل الو الو الاستاذ رامي المحامي ايوه استاذ رامي المحامي مين معايا؟ أنا عمك صالح عمي صالح؟ النمرة غلط اصبر عليا يا أستاذ رامي أنا عندي معلومات خطيرة هتقلب القضية وهتكشف الفاعل الحقيقي وتبرأ الست قطاطة المسكينة طب يا عم صالح بيه أنا آسف جدا معلش كنت بحسبك واحد تاني لو حضرتك بقى تحدد إمتى ممكن نتقابل عشان تديني المعلومات الرهيبة دي بأمر المولى أول ما أوصل للمعلومات دي حدها لك فورا ونعم بالله يا عم صالح يحييك ويحيينا ربنا اقول لك اقفل في وشك يا عم صالح خير يا ابني اسمعني بس انا عايز اقول لك اقفل انا في وشك لا حول ولا قوه الا بالله انت بتقول لي يا اسماعيل هو انا اللي بقول انت اللي بتقول انت مش قلت ان لميس بعد ما رجعت من الزيارة وهي دوشاك بكلامها عن قطاطة مش دوشاني وبس ده زارة كسر اللوائح والقوانين واعمل الزيارة كل يوم مش كل اسبوع بقولك ايه يا عباس ها ما تجيب الولية دي عندها هجيب مين عند مين تجيب قطاطة للميس في البيت انت تجيبني انت انت اللي تبقى مجنون لو ما عملتش كده قطاطة نجحت في اللي احنا فشلنا فيه لميس بدأت تتشد العالم تاني وناس تانية يعني لا طب ولا علم قدر يعمل اللي عملته قطاطة بس انا مستحيل اعمل كده انت حر بس مفيش قدامك غير حلين اتنين ملهمش تالت يا جيب قطاطة للميس يا لميس تروح لقطاطة ايه الحلين المهببين دول طب لميس تروح لقطاطة تعمل ايه عشان تقعد معاه انا مش عايز اكتر من كده يعني اعمل ازاي اقطع لها تذكره مرافق لا تتحبس معاه تتحبس مع مين تتحبس معاه لحد ما تخف والنبي انت اللي على خف
شو بقى عباس؟ بصراحة بقى أنا قلت لك رأيي، ولو جيت لي تاني 100 مرة بعد كده هسمعك نفس الكلام، يا تجيب قطاطا لميس يا لميس تروح لقطاطا. ثابت من التحقيقات وإفادات الضحايا أن المتهمة كانت تسيطر على عقولهم بكلامها المعسول، وأنها تمتلك قدرة عجيبة على الإيهام الذي يصل إلى حد سلب الإرادة، وكأن فريستها قد وقعت تحت تأثير التنويم المغناطيسي فتفعل ما تأمر به مهما كان. يجيب قطاطا لميس يا لميس تروح لقطاطا. لا ونبيك يا دولا ونبيك. عدى بس. ونبيك يا دولا. ونبيك يا دولا. ونبيك يا دولا. جيتو. 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 لا ما فيش حاجة يا حبيبتي، ما فيش حاجة، ما فيش حاجة. طب ممكن بقى تفوق كده وتصحصح عشان نروح السجن؟ نروح فين؟ السجن. لا بلاش بلاش السجن ده، مش عايزين السجن. أنا محضر لك حتة مفاجأة، إنما إيه بقى؟ مفاجأة مفاجأة مفاجأة.